سعيدة. في خبر صادم لكل عشاقه وعشاق فرقة لينكن بارك وموسيقى الروك، المغنية تشستر بانينغتون انتحر ببيته الخاص في لوس أنجلوس، وذلك في يوم عيد ميلاد صديقه المقرب كريس كارنيل يلي انتحر شنقا أيضا في أيار الماضي. عثرت السلطات الأمريكية على جثة المغني الرئيسي في فرقة الروك الأمريكية لينكن بارك تشستر بانينغتون نهار الخميس بعد أن انتحر شنقا في منزله الخاص بمدينة لوس أنجلوس عن عمر ناهز 41 عاما. والمفاجئ أنه انتحر في يوم عيد ميلاد صديقه المقرب كريس كارنيل الذي انتحر شنقا أيضا في شهر مايو. وكان المغني قد تحدث سابقا عن معاناته مع المخدرات والمشروبات الكحولية، كما أنه اعترف أنه أراد الانتحار أكثر من مرة، خاصة بسبب سوء المعاملة التي تعرض لها خلال طفولته. تشستر بانينغتون ولد في 20 مارس آذار 1976 بولاية أريزونا، تزوج مرتين ولديه 6 أبناء. انضم إلى فرقة لينكن بارك في العام 1996 التي وصلت إلى العالمية من خلال أول إنتاجاتها وهو الألبوم هايبريد ثيوري الذي صدر عام 2000 وبيع أكثر من 10 ملايين نسخة منه. وكان من المفترض أن يقوم تشستر والفرقة بجولة كبيرة في نهاية يوليو بعد صدور ألبومهم One More Light الذي احتل صدارة مبيعات بيلبورد. أصدر مجلس الشعب في سوريا قرار بيقضي بإعفاء هدية عباس من منصبها كرئيس للمجلس، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس. فقرر المجلس تعيين مخرج المسلسلات ودراما السورية إسماعيل نجلة أنزور يلي بيشغل منصب نائب رئيس المجلس رئيسا بالنيابة لمدة 15 يوم، بما أنه الدستور السوري ينص على ذلك، إلى حين انتخاب رئيس جديد للمجلس. افتتحت رئيسة مهرجانات ليالي أرز تنورين السيدة مارلين بطرس حرب الدورة الثالثة من المهرجان بحضور لافت لعدد كبير من الشخصيات السياسية والإعلامية، بالإضافة لجمهور كبير إجا يحضر حفل الافتتاح يلي أحياه فارس الأغنية عاصي الحلاني وشمس الغنية نجوى كرم. لأننا نؤمن بالخير والمحبة والفرح والحياة، أطلقنا مهرجانات ليالي أرز تنورين منذ 3 سنوات لنحول الكلمة شعرا ونغما تطلقها أصوات تمجد الخالقة ونستبدل الأحقاد بالحب. كلمة لتنورين. بدي إن شاء الله عبال كل سنة مهرجان بعقد، وإن شاء الله تنورين دايما بتضل هيك قلب نابض بالحياة، والمهرجان كتير حلو بظل اللي عم يحصل بالمنطقة وحوالينا، بحاجة لنكون متكتفين أكتر لنقدر نتخطى المرحلة الصعبة اللي عم نمرق فيها، لأنه لبنان مرق بمعاناة كتير وبأزمات كتيرة، فبتصور أنه إجا الوقت شوي نرتاح، يعني كرامة الشعب وكرامة هالبلد. لهون منكون وصلنا لنهاية فن الخبر. باي باي.